مساء الخير عليكم. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن كونسبت ومفهوم مهم جدا في كل انواع الجراحه، وكمان بالذات في جراحات السمنه المفرطه. الكونسبت ده اسمه البيشنت ايدوكيشن. يعني ايه بيشنت ايدوكيشن؟ هو احنا هنعلم العيان هنعلم العيان الشويه اللي على قده، اللي يخليه معدي معانا في كل حاجه في العمليه مفيد لينا. كل ما تفهم عمليتك اكتر، كل ما تفهم الميزات والعيوب ليها، كل ما تفهم ايه المشاكل اللي حتى لو كانت بسيطه خالص اللي ممكن تعدي بيها، تقدر تساعدنا وتساعدني ان احنا نعدي في الحته دي من غير اي مشاكل. عشان كده يا جماعه دايما بنقول اهتم وخد من وقتك، والجراح بتاعك دايما ياخد من وقته عشان يفهمك احنا هنعدي في ايه، احنا ممكن يحصل ايه، عشان نقدر نتجنب كل المشاكل او المضاعفات، وعشان لما حاجه تحصل تبقى انت فاهم دي ممكن عادي تحصل وتحصل لناس كتير، وهبقى كويس في خلال ساعه ولا اتنين. انا محتاج اكلم الجراح بتاعي. لكن في كل الاحوال كتير قوي جيلنا من حد من الناس يقول انا جاي من سفر عايز اعمل عمليه بسرعه وامشي، ما عنديش مشكله في كده خالص، لكن على الاقل ادينا من وقتك شويه، انا او حد المساعدين نتكلم في التليفون، نشرح لك كل تفاصيل العمليه، نشوف ايه المناسب ليك بكل تفاصيله، بعدين نشرح لك كل تفاصيل العمليه او فكره عامه عنها، عشان بعد كده انت تبقى فاهم ومدرك انت هتعدي في ايه. لكن في الاخر هتظل العمليه الجراحيه الحمد لله مع نسبه الامان العاليه اللي عماله تعلى فيها، خصوصا لما بدانا بقالنا فتره طويله قوي بالمنظار والحاجات دي كلها، لكن ستظل العمليه الجراحيه محتاجه نهتم بيها شويه ونتعلم عنها شويه عشان نعدي فيها بكل امن وسلام وطمانينه. ميرسي ليكم.